رؤيتك الخاصة في هذا الموضوع، موضوع المراجعات الفكرية، مع من تصلح المراجعات الفكرية؟ هل هي مطلوبة ربما في حالات عديدة؟ هل الحوارات اللي حضرتك شفتها واللي عملها زميلي نشأت الديهي بتقول انه لا خلاص ما فيش فايدة مع هؤلاء؟ طيب انا بس افرق بمفهوم المراجعات الفقهيه والمراجعات الفكريه. الفكريه اللي عملوه الجماعه الاسلاميه من وجهه نظر الشخصيه هي ليست مراجعات فكريه، هي مراجعات فقهيه. نعم. لان لازم نفرق ما بين حاجه اسمها الدين والتدين والديانه. في الدين الاول اللي هو بتاع النبوه، وبعد كده في تاسيس الدين اللي هو منتج بشري لاحق على النبوه، واللي هي بتبقى منظومه الديانه. بنخش في المرحله الثالثه اللي هي مرحله التجميد. وعلى فكره المراحل الثلاثه دول مرض بيهم كل الديانات، بالذات الديانات الايه الابراهيميه. لما بيروح لمنطقه التجميد اللي هو عمل منظومه اصول فقه بقى وعلم حديث وعلم رجال ومطلق كل الكلام ده ما كانش يعرفه عمر الخطاب ولا بكر الصديق، لا كان يعرف الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمفصل، ولا كان يعرف علم الحديث، ولا كان يعرف المتواتر والالحاد. كل الكلام ده صنع لاحقا، وهو فن وليس علم، وبيسموه علم. انا شايف ان هو فن وليس علم، انه شغل تنظير تنظير فقهي. بيحصل في مرحله التجميد ايه؟ ان هو الديانه وقفت على كده، اللي هي القرن الثالث الهجري. لما جم بتوع مجموعه الجماعات الاسلاميه كان بيساعدهم على فكره رجال من رجال الاوقاف وحاجات زي كده عشان ينتجوا المنظومه فقهيه جديده، لانه مش قادر يخرج عن القرن الثالث الهجري اللي هي مرحله تجميد التدين في هذه اللحظه او تجميد الديانه القرن الثالث الهجري. فبيرجع يتكلم عن بقى ايه؟ لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ولكن في هذا الوقت انا اعتقد برضو ان هو نجاح. ليه نجاح؟ لان هو في حاجه اسمها مربع العنف المادي ومربع العنف الفكري. دلوقتي واحد رافع السلاح وبيواجه الشرطه في هذا التوقيت، وكانوا على فكره الارقام بتقول 23000، طبقا احد اعضاء جهاز الامن كان قال لي 23000 السجون في المعتقلات من الجماعه الاسلاميه فقط داخل المعتقلات قعدوا ل 10 و17 سنه. ده في التسعينات. اللي هي من اول 87 وانت رايح كده لغايه 97 لما بداوا المراجعات، و2002 بداوا يطلعوا الشباب وباقي القاده التاريخيين موجودين هناك. لما عملوا الناس دي رجعت بقى من مربع العنف المادي اللي هو رافع السلاح الى مربع العنف الفكري اللي هو لسه عنده ما تخلصش من فكره الخلافه، ما تخلصش من فكره الحاكميه، ما تخلصش من فكره من لم يحكم بها الظرف ولكن هم الكافرون، ما تخلصش من فكره دي قوانين وضعيه ولازم تطبيق الشريعه الاسلاميه، ما تخلصش من فكره استاذيه العالم، ما تخلصش من فكره جهاد الطلب. كل ده لم يتخلص منه نهائي. دي بقى المراجعه الحقيقيه بتحدث بنسبه لا تتعدى الواحد في الالف. بس برضو عوده الناس من مربع العنف المادي اذا هو مربع العنف الفكري هو نجاح. فكرة انك تفكر معاه وتناقش معاه، بس مع العلم ان التنظيم هي بدايه العنف المادي. يعني وجود تنظيم بدون حمل سلاح في حد ذاته بدايه العنف المادي التنظيم. انما افراد بيحملوا افكار سودة، يعني مع الوقت مع السن مع العيال مع الانشغال بالحياه هيموتوا مع افكارهم. انما عامل تنظيم يعني بيورث وبيجند، هي دي المشكله الحقيقيه. فالتنظيم هي بدايه العنف المادي وليس العنف الايه الفكري. تمام. الفكره بقى في ايه؟ ان انت لما ترجعه للعنف الفكري ممكن تتناقش معاه، لانك ما تقدرش تحاسبه على الافكار. ومره قال السيسي قال ان في ناس عن افكارها مختلفه معانا، مفيش مشكله بس ما يأذوناش. هي دي الحته اللي هو قالها، ان هو ما يحملش السلاح ضدي وما يعملش تنظيم. ما عمل تنظيم يبقى ده بدايه العنف المادي، لازم يواجه بكل حسم وبكل ايه وبكل قوه. ففكره المراجعه الفكريه الحقيقيه هي القطيعه المعرفيه. انما بقى فكره داعش، ما هو برضه في مشكله عند المجتمع الاوروبي. هو في النهاية عشان يحكم ناس رجع لهم من داعش. الناس دي مواطنين ألمان أو أوروبيين أو سواء من أصول إسلامية أو حتى من أصول ليست إسلامية وراحوا داعش. ما عندوش دلائل واضحة هذا الشخص كان بيقوم بعمل مسلح فعلي. فهو مضطر يطلعه من السجن. حتى الناس أنت عندك هنا بالنسبة للناس اللي أفكارها مختلفة، الإخوان تقديرات الجهاز الأمني بيتكلم من 300,000 ل 500,000، مش هتدخلهم كلهم السجون. ففي النهاية هم عملوا حاجة اسمها إعادة تأهيل في أوروبا. هو مضطر يعملها لانه ما يقدرش يدي كل الناس. اول حاجه اوروبا ما فيهاش اعدام، فيها سجن مدى الحياه. هيدي كام واحد سجن مدى الحياه؟ وايه الدلائل اللي هيقدمها للمحكمه ان هذا الشخص اللي عاد من سوريا كان بيقوم بعمل مسلح او ذبح مدنيين او ايا كان؟ فبيضطر يعمل اعاده تاهيل لانه مضطر لكده، ويحاول يدمجهم في المجتمع لانه مضطر لكده. واحنا برضو عندنا حاجه في مصر، هيبقى في حاجه اسمها برضو التواصل، لان في حاجه اسمها الخروج الحتمي. انت مثلا نفترض ان في 60,000 دخلوا السجن في 2013 او 2014. طيب انت ال 100,000 او 60,000 او 100,000 هل كلهم خيرت الشاطر ومحمد بديع؟ لا، دول 1000 واحد. طب والباقيين كلهم خدوا احكام 5 سنين و7 سنين، هيطلعوا هتعمل معاهم ايه؟ لازم تعمل معاهم تواصل وتحاول تواصل داخل السجن
يعني مش قصدي انت واحد خد حكم 7 سنين تمام تمام مش واحد 10 20 ألف تمام خلاص عدت 7 سنين هتعمل ايه؟ ما هو انت هتضطر تطلع ناس وده بيحصل على فكره الناس طلع كتير اعرفهم يعني فبيضطر الجهاز الامني يتواصل معاه ويقول له بقى ايه ما اشوفكش في التنظيم تاني ما بقولكش غير افكارك مش هيغير افكاره بس على الاقل ابعد عن التنظيم فبيعيش حياته الخاصه لاحقا وبيحاول يتابعه الجهاز الامني ما هو مش هيتابعه بس الافكار لسه موجوده ما هو ماشي لو يرجع لمربع العنف الفكري ايوه ويبعد عن العنف المادي وبدايته التنظيم ويتخلى عن عضويته التنظيميه ماذا نفعل بهؤلاء أو